بسم الله الرحمن الرحيم. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. قامت كتيبة صقور السنة التابعة لجبهة الأصالة والتنمية بمداهمة مقفر وناحية الصبخة الكائن في محافظة الرقة، وبعد استشهاد 3 شباب من اخواننا تمت السيطرة عليه بشكل كامل، واسر جميع من في الناحية والمقفر وقتل البعض والسيطرة على المقفر بشكل كامل من عتاد وسلاح، وتم اسر الشبيحة وهم اسامة بطفلاوي اللبقية، الشرطة على الجاسم من الحسكي، العسكري المجنن عبد اللطيف كسار حلب، شرطة محمد الحسن طبقة، شرطة ضاحت العان دير، شرطة موسى ادلب، شرطة عبد الرحمن نايف حلب، رقيبية محميش واللاذقية. وعاشت سوريا حرة أبية والموت لعصابات الأسد. تكبير الله أكبر الله.